بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد القادات وقائد السادات محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على النبي محمد واجعله شافعا لنا يوم غد. أما بعد، بفضل الله ومنه وكرمه ما زلنا نواصل هذه المحاضرات الطيبة المادة النافعة، وما زلنا مع هذه الدورة المباركة وهي دورة أصول القراءات إفرادا. ونحن الآن في بصدد قراءة الإمام ابن كثير، ونذكر كالمعتاد بكتابنا المعتمد وهو كتاب دور الحسان في القراءات العشر للقرآن، قراءة ابن كثير المكي. مراجعة سريعة للمحاضرة السابقة، تحدثنا في لقائنا السابق عن باب الهمز، وقلنا أنه هذا من الأبواب المهمة التي يشترك فيها كثير من القراء في هذا الباب. وتحدثنا أن الهمز بشكل عام على ضربين، الضرب الأول وهو أن يأتي الهمز في كلمة، والضرب الثاني أن يأتي الهمز في كلمتين متتاليتين. وتحدثنا اللقاء السابق أن يأتي الهمز في كلمة واحدة، ثم انتقلنا إلى باب الهمز المفرد، وعرفنا الهمز المفرد بأنه الهمز الذي لم يجاور مثله، وهو إما أن يكون ساكن أو متحرك. وقلنا أنه مذهب الإمام ابن كثير يعني حسب التوضيح التالي: أول شيء أنه أبدل الإمام ابن كثير همزة ألفا في قوله تعالى يأجوج ومأجوج، فتبدل إلى ألف فتقرأ ياجوج وماجوج، فتبدل الهمزة إلى ألف. وقلنا أيضا أنه أبدل ابن كثير همزة واوا في قوله تعالى مؤصدة فتقرأ موصدة، كما تحدثنا أن الإمام ابن كثير أسقط الهمزة في قوله تعالى يضاهئون فتقرأ يضاهون، وزاد ابن كثير همزة مضمومة بعد الجيم وبعدها واو مدية في قوله تعالى مرجون فتقرأ مرجؤون. ونبهنا أنه حتى في هذه تصبح الواو مدية، هي الآن عند الإمام حفص ومن وافقه لينة، لكن عند الإمام ابن كثير فتصبح مدية مرجؤون. أيضا تحدثنا أنه زاد الإمام ابن كثير همزة مضمومة بعد الجيم بدل ياء، وذلك في قوله تعالى ترجي فتصبح ترجئ، وطبعا في حال وصل ترجئ من تشاء. أيضا قرأ ابن كثير بهمزة مفتوح بعد الألف في قوله تعالى ومناتة تقرأ ومناءة، ونبهنا أنه تصبح من قبيل المد الواجب المتصل بمد مقدار 4 حركات. أيضا تحدثنا أن الإمام ابن كثير قرأ بهمزة ساكنة بدل الياء بعد الضاد في قوله تعالى ضيزة فتقرأ ضئزة ضئزة. وأيضا قلنا أنه قرأ الإمام ابن كثير بهمزة بعد الألف وتحرك حسب موقعها من الإعراب في كلمة زكريا فتقرأ زكريا، فتبدل أو تضاف بعد الألف همزة وتصبح من قبيل المد الواجب المتصل. أيضا قلنا أنه الإمام ابن كثير قرأ بهمز الواو في قوله تعالى هزوا فتقرأ هزؤا أينما وردت في القرآن. وقلنا أيضا بأن الإمام ابن كثير قرأ بهمز الواو في الآية الرابعة من سورة الإخلاص من قوله تعالى كفوا فقرأ كفؤا. وأيضا قلنا أنه زاد الإمام ابن كثير همزة مكسورة بعد الألف وبعد ياء في قوله تعالى من سورة البقرة وميكالا فتصبح وميكائيلا، مد واجب متصل وبعده ياء، حال الوقف طبعا مد عرض السكون، لكن في حال الوصل مد بدل. أيضا قرأ الإمام ابن كثير بفتح الشين وبعد ألف في قوله تعالى النشأة تصبح النشاءة، أيضا مد واجب متصل. في قوله تعالى لأعنتكم، الإمام البزي قرأ بشاكلة يعني بوجهين، الوجه الأول بتسهيل الهمزة فتقرأ لأعنتكم، والوجه الثاني هو التحقيق لأعنتكم أي كالإمام حفص. طبعا الإمام قنبل لا يخفى عنا أنه هو قرأ كالوجه الثاني عند الإمام البزي يعني قنبل، والبزي قرأه
لا أعنتهم بالتحقيق، والإمام البزي زاد وجه التسهيل. طبعا المقدم عندنا هو وجه التسهيل. قرأ قنبل أيضا بهمزة ساخنة بدل الألف من قوله تعالى ساقيها، فتقرأ سقيها سقيها. أيضا قرأ الإمام قنبل كلمة بالسوق وسوقه بكلمتين، يعني لهم نفس الأمر بوجهين. الوجه الأول فيها هو بإبدال الهمزة واو، أو بإبدال الواو همزة ساكنة، تقرأ بالسوق أو سوقه الكلمة الأخرى. والوجه الثاني هو بإبدال الواو همزة مضمومة وبعدها واو مدية، تقرأ بالسوق أو سوقه. تمام، هذه الكلمتين. طب أيهما المقدم؟ المقدم هو إبدال الواو همزة ساكنة. الكلمتين زي بعض يا جماعة، ما فيش خلاف بيناتهم نهائي، يعني العمل واحد، هذا ما أقصده، العمل واحد في الكلمتين. أيضا قرأ الإمام قنبل كلمة ضياء، فتقرأ بهكذا ضياء. طبعا لو وقفنا عليها ضياء مد عوض. أيضا قرأ القنبل بحذف الألف من قوله تعالى ها أنتم، فتصبح ها أنتم على طول مباشرة، ها أنتم. وتحدثنا عن كلمة اللائي، وقلنا الإمام ابن كثير بشكل عام يحذف الياء الأخيرة فتصبح اللاء، وقلنا أنها تكتب هكذا لأنه حتى لا نخالف الرسم العثماني، ولكن لو كتبناها إملائيا ستكتب هكذا اللاء، لكنه إحنا حتى لا نخالف الرسم العثماني تكتب هكذا اللاء. إذا هذه الياء أو هذه شاكل في الياء ليست لأنها ياء، وإنما هي للهمزة، هي لشكل الهمزة. إذا الإمام قنبل قرأ وصلا وقفا بتحقيق الهمزة فتقرأ اللائي. أما الإمام البزي فله تسهيل الهمزة مع التوسط وأيضا مع القصر، فتقرأ اللاهي اسنا أو اللاهي تظهرون، وإذا وقف عليها يقف عليها بالروم، التسهيل مع الروم اللاهي. إذا له تسهيل همزة مع التوسط، وله تسهيل همزة مع القصر، وله وجه ثالث والإبدال ياء ساكنة مع إشباع الألف، تقرأ اللاي. أعيد اللاي. إذا ننتبه أيضا إلى رخاوة الياء، تحدثنا عن ذلك بالتفصيل. بهيك إحنا بنكون راجعنا محاضرتنا السابقة. مين عنده سؤال استفسار في المحاضرة السابقة؟ اليوم إن شاء الله رح ندخل إلى باب جديد، وهو باب الهمزتين من كلمة واحدة. القاعدة تقول إذا اجتمعت همزتان في كلمة واحدة فالأولى دائما هي همزة استفهام ودائما تكون مفتوحة، هذا عند جميع القراء ومحققة أيضا عند جميع القراء. أعيد، إذا اجتمعت همزتان في كلمة واحدة فالأولى دائما تكون همزة استفهام وتكون مفتوحة، لن تكون لا مضمومة ولا مكسورة، فقط تكون مفتوحة، وأيضا تكون محققة، لن نخففها، لا تكون مبدلة ولا تكون كذا، ما فيها ولا مسهلة، دائما تكون محققة، وذلك لجميع القراء. أما الثانية إما أن تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. إذا اجتمعت همزتان في كلمة واحدة، الأولى دائما همزة استفهام ودائما مفتوحة ومحققة وذلك لجميع القراء، أما الثانية فتكون إما مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. طب مذهب الإمام ابن كثير في الهمزتين من كلمة واحدة هو تسهيل الهمزة الثانية بين بين. إذا اجتمعوا همزتين في كلمة واحدة، فمنهج الإمام ابن كثير هو تسهيل الهمزة الثانية بين بين. ونحن نعلم ماذا هو المقصود في بين بين، أي بين الهمزة وبين حرف المد. تمام، ما هو إذا المقصود في التسهيل بين بين هو أي تسهيل الهمزة بين حرف المد وبين الهمزة المحققة. الآن سنأخذ يعني التفصيل أو الأمثلة ونعرف ذلك بالتفصيل بإذن الله تعالى. طيب مذهب الإمام ابن كثير في الهمزتين من كلمة، إذا كانت الهمزة الثانية مفتوحة نحو أأنذرتهم، فتقرأ عنده أأنذرتهم أأنذرتهم، إذا نسهل الهمزة بين بين.
أنذرتهم. بما أتمنى عليكم أنكم يعني عندما يعني ننشر هذه المحاضرات على اليوتيوب اسمعوها جيدا وتطبقوا الجميع، لأنه إحنا لا نستطيع أن نطبق هذا العدد الكبير في هذه المحاضرة كل الجميع، لكن أتمنى على الجميع أنه عندما ننشرها على اليوتيوب أنه تسمعوها وتبدأوا يعني تطبقوا هذا التسهيل. اسمعوها مني جيدا، أنذرتهم، إذا نسهل هذه الهمزة. طيب هذا مثال على الهمزة المفتوحة. طيب مثال على الهمزة المضمومة نحو أنبئكم، كيف ستقرأ؟ أنبئكم، 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 الأولى كانت أنذرتهم، أي. هذه الفروق بين الهمزات الثلاثة، مفتوحة، أو مضمومة مثل المثال أمامنا، أي المثال اللي سنأخذه بعد قليل. يبدو أن أنا مش جايب مثال للمكسورة، لكن المكسورة نحو أئنة أو أئمة، فستنطق أي أئمة أئمة. إن شاء الله تكون واضحة الفروق الثلاثة. مين حاب يطبق مثال يرفع اليد؟ حسن، شيخ حسن. أنبئكم أعد. أنبئكم ما شاء الله، ممتاز ممتاز. مين يقرأ للهمزة المكسورة مثلا؟ بيان. مثال على الهمزة المكسورة أيما لا، ما نريد أيما، أيما ابدلها إلى ياء، أي أيما، أي أيما أعيدي. أيما بس انتبه إلى أي، مش لا نقول أيما، ما كأنها ألف، أيما. أيما أنت بتحول الهمزة التاء المربوطة إلى ألف، انتبه لها. على العموم التسليم كويس عندك. شيخ رجب، نسمع منك الهمزة المفتوحة. أنذرتهم. أها تمام، الله يفتح عليك. عندنا بعض التلميحات والملاحظات في الهمزتين من الكلمة. نلاحظ أنه هذه ما ذكرناه قبل قليل هي ملاحظات عامة وقواعد عامة. الآن نأتي إلى بعض الاستثناءات، نحو قوله تعالى أأمنتم من سورة الملك. اختلف الرويان في ذلك على حسب التفصيل التالي. طبعا له الإمام ابن كثير بشكل عام تسهيل الهمزة الثانية حسب القاعدة، كيف ستنطق؟ أأمنتم، أأمنتم، أأمنتم. إذا له تسهيل الهمزة الثانية. هذا بشكل عام، يعني قبل ما ندخل إلى هذه الكلمة بشكل عام الإمام ابن كثير بالرويين له تسهيل الهمزة الثانية، لكن سنرى ماذا يعني ماذا يفعل بها الإمام البزي وماذا يفعل بها الإمام قنبل. إذا عندنا البزي وثم قنبل. أولا البزي مطلقا، إذا قلت مطلقا بمعنى وقفا ووصلا، أقصد هنا وقفا ووصلا، له تسهيل الهمزة الثانية. إذا راح يقرأ آمنتم، آمنتم، النشور آمنتم، آمنتم، هذا في حل الوصل، النشور آمنتم. طب لو ابتدأنا بها آمنتم، آمنتم، إذا في حال الوصل وحال الابتداء بها فيقرأ بتسهيل الهمزة الثانية. هذا مين؟ هذا الإمام البزي. إذا له مطلقا تسهيل الهمزة بمعنى وقفا ووصلا، أو ابتداء يعني ليس وقفا، نقول ابتداء ووصلا. أما قنبل فله كيفية أخرى، له عند الوصل بما قبلها أو عند الابتداء بها. عند الابتداء بها تسهيل الهمزة الثانية، كيف ستقرأ؟ آمنتم، يعني نفس الإمام البزي لن يختلف عند الابتداء بها، كما يقرأ الإمام البزي يقرأ تماما آمنتم.
أما عند وصلها فله إبدال الهمزة الأولى واو وتسهيل الثانية طبعا حسب المنهجية. إذا الثانية هي مسهلة عند الإمام البزي وعند الإمام قنبل بشكل عام. الفكرة والعبرة في ذلك أنه الإمام البزي دائما له تسهيل الهمزة الثانية مع تحقيق الأولى، وقنبل وافقوا عند الابتداء بهذه الكلمة. أما عند وصلها بما قبلها فإن الإمام قنبل قرأ بإبدال الهمزة الأولى وون، وطبعا كأنه أكد أنه سهل الثاني حسب القاعدة العامة. كيف ستقرأ؟ النشور وامنتم، النشور وامنتم. سمعتوها كيف؟ اسمعوا مني جيدا، النشور وامنتم، هكذا تقرأ عند الإمام قنبل، لكن حال وصلها بما قبلها. أما إذا ابتدأ بهذه الكلمة فإنه يقرأها بتسهيل بتحقيق الهمزة الأولى مع تسهيل الهمزة الثانية. مين عنده سؤال فيها؟ السلام عليكم دكتور. عليكم السلام حياكم الله. صراحة مش واضح المثال هذا، النشور لو وصل ما دخل، يعني شو دخل الراء إنه نجيب واو بعد الهمزة، بعد همزة آمنتم، يعني هي مسهل الكلمة بحد ذاتها، بس شو دخل الوصل في النشور؟ ما فهمتها، معلش سمحني. تمام، مداخلة طيبة وجميلة. طيب هذه الهمزة في حال هو الخلاف فيها على أصل هذه الهمزة، لكن احنا الآن برضو مش معنيين ما هو أصل هذه الهمزة، احنا معنيين انه الإمام قنبل والإمام البزي، الإمام البزي بشكل عام مطلقا ابتدأ أو وصلها بما قبلها فإنه يحقق الهمزة الأولى ويسهل الهمزة الثانية. وافق الإمام قنبل عند الابتداء بهذه الكلمة، لكن إذا وصلت بما قبلها، بمعنى أن وصلنا النشور بكلمة أأمنتم، فإن له عمل آخر غير تسهيل الهمزة. تسهيل الهمزة عنده عند الإمام البزي بشكل عام، لكن عند الإمام قنبل له عمل آخر. ما هو هذا العمل يا إمام يا قنبل؟ قال عملي في هذه الكلمة أني أبدل هذه الهمزة الأولى إلى واو، هذه رواية. فكيف ستقرأ النشور وامنتم؟ حياة وضح؟ وضح إن شاء الله، الله يجزيك الخير. بس لماذا؟ همزة يعني حسيت الشغل إنه اشتغل على الراء، يعني هذا اللي خلاني استغرب. لا، لم يشتغل على الراء، ما لها عمل الراء، ما لها دخل الراء، لا يوجد لها عمل. العمل عندنا في الهمزة الأولى والهمزة الثانية. الهمزة الثانية مسهلة سواء عند قبل ولا عند البز، هي مسهلة. العمل في الأولى، والله إذا يعني وصلناها يعني بكلمة النشور أبدلناها إلى واو، إذا ما ابتدناش بالنشور ابتدعنا بهذه الكلمة أأمنتم، حققنا الهمزة. نعم يا حياة؟ لا، أنا قصدي يعني الراء، أنا كثير قصدي يعني طالما إنها الراء مضموم، يعني هذا اللي بقصد، يمكن عشان الضم لما يقول نشور نشور و، يعني هل هو الفتح يعني لماذا أبدلها إلى واو؟ هذا اللي تقصده؟ نعم، هو أبدلها من جنس حركة نعم. الحرف الذي قبله. أسمح منك يا حياة، معلش أسمح منك، النشور ومنتم، النشور ومنتم. أها، كويس كويس يا حياة، ممتاز ما شاء الله. سعاد، السلام عليكم، حياك الله شيخنا. حياكم الله. شيخنا، أنا كنت سأقول بأن الإمام قنبل أبدل الهمزة واو بمناسبة لأن حركة الراء مضمومة بمناسبة حركة الضم، هذا ما كنت أقوله، يعني كنت سأقوله. الله يفتح عليك سعاد، ما شاء الله، يعني مداخلة صحيحة. وأبدلها من جنس حركة ما قبلها، فما قبلها مضموم. ولاحظوا إذا أبدلنا دائما الهمزة دائما نبقي الحركة اللي عليها كما هي. ما هي حركة الهمزة؟ فتحة. أبدلنا الهمزة إلى واو لكن أبقينا الفتحة كما هي، فتقرأ و ومنتم. إذن أبدلناها الهمزة إلى واو أي من جنس حركة ما قبلها، وأبقينا الحركة التي عليها كما هي. ننتقل إلى ما بعد ذلك. طيب ننتقل إلى ثانيا، هنا مكتوب عندنا ثالثا لكن هي ثانيا، في قوله تعالى قال فرعون آمنتم به قبل. فعنا الإمام ابن كثير له زيادة في كلمة آمنتم
فإنه يزيد همزة السفام. ثم بعد ذلك اختلف الراويان راوي ابن كثير في كيفية قراءتها وتفصيلها حتى حسب ما يلي. عندنا آمنتم له زيادة همزة السفام وتسهيل الهمزة الثانية. طبعا نرجع ونأكد جماعة أنه تسهيل الهمزة الثانية بناء على القاعدة العامة، اجتماع همزتين في كلمة واحدة فإن الإمام ابن كثير يسهل الهمزة الثانية، هذه شيء طبيعي. إذا كلمة آمنتم زاد الإمام ابن كثير بشكل عام همزة السفام، وقلنا دائما همزة الاستفهام تكون محققة ومفتوحة. هيا عنا آمنتم، إيش تصبح؟ آمنتم، آمنتم. إذا عندنا همزة محققة ثم همزة مسهلة ثم الألف طبعا، آمنتم. هكذا مبدئيا عند الإمام ابن كثير. لكن نلاحظ أن الإمام البز والإمام قنبل عمل في هذه الكلمة، فأنها الإمام البز والإمام قنبل. الإمام البزي أيضا له مطلقا تسهيل الهمزة الثانية بمعنى وصلا وقفا، فتقرأ آمنتم، وحال الوصل قال فرعون آمنتم به. تمام، إذا له تسهيل الهمزة الثانية مع تحقيق الهمزة الأولى وذلك مطلقا. أما الإمام قنبل فله عند وصلها بما قبلها شيء وعند الابتداء بما بها شيء آخر. طيب ماذا عند الابتداء بها؟ وافق الإمام البزي تماما. كيف سيقرأها؟ آمنتم به. إذا ابتدأنا بها آمنتم، ابتداء بها كالإمام البزي بمعنى أنه أحقق الهمزة الأولى وأسهل الهمزة الثانية. طيب لو أبدل أو عفوا لو وصلناها، أما لو وصلناها بما قبلها فلنا إبدال الهمزة الأولى واو وتسهيل الثانية حسب المنهجية العامة، يعني مشابهة لكلمة آمنتم التي قبل قليل تحدثنا عنها، فتصبح فرعون وآمنتم، فرعون وآمنتم. هكذا إذا أبدلنا الهمزة إلى واو بمعنى أبدلناها من جنس حركة ما قبلها وسهلنا الثانية. التسهيل الثانية ملوش علاقة يعني بالابتداء والوصل لأنه قاعدة عامة، الإمام ابن كثير يسهل الثاني. العمل عندنا هنا في الهمزة الأولى، الإمام قنبل يحقق، الإمام يحققها حال الابتداء، الإمام البز يحققها مطلقا، أما الإمام قنبل في حال الوصل بما قبلها يبدلها إلى واو. تمام يا جماعة، في حد عنده سؤال في ذلك؟ ثالثا، طبعا أنا مكتوب رابعا لكن هي ثالثا، في قوله تعالى من سورة الشعراء آمنتم، قال آمنتم له قبل أن آذن، فتقرأ باتفاق بين الراوي الأول والراوي الثاني بمعنى أن ابن كثير بالراويين قرأوها عند الابتداء بها أو وصها بما قبلها بنفس الآلية، فتقرأ قال آمنتم. إذا نزيد همزة السفام فتقرأ قال آمنتم، إذا بزيادة همزة السفام. طب هل تبدأ الواو؟ هل لا؟ لا، ما إلا دخل فيها هذه، تقرأ عند سواء البز أو الإمام قنبل بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الهمزة الثانية. تمام يا جماعة، إذا لا نريد أن يعني نخلط بين موضع الشعراء وموضع الأعراف. موضع الأعراف للإمام قنبل عمل في الهمزة الأولى في حال الوصل بما قبلها، أما موضع سورة الشعراء فكلا الراويان لهم نفس الشيء بمعنى أنهم يحققوا الهمزة الأولى ويسهلوا الهمزة الثانية سواء ابتداء أو وصلا بما قبلها. خامسا، يزيد الإمام ابن كثير في كلمة آمنتم في سورة طه همزة السفام، لكن اختلف الراويان في ذلك بتفصيله حسب النحو حسب التالي. آمنتم طبعا بزيادة همزة السفام تصبح آمنتم، آمنتم بزيادة همزة السفام وتسهيل الثانية حسب القاعدة العامة التي أخذناها في بداية هذه المحاضرة. طيب عندنا الإمام البزة والإمام قنبل، الإمام البزة أيضا له تسهيل الهمزة الثانية آمنتم، آمنتم. أما الإمام قنبل فله حذف الأولى وتحقيق الثانية أي كالإمام حفص.
كيف سأقرأها؟ آمنتم، آمنتم، تماما كالإمام حفص. إذا نلاحظ أن الإمام البزي التزم بالمنهجية العامة تاعت شيخه، لكن الإمام قنبل خالف المنهجية العامة. طبعا هي مخالفة ليس من الإمام قنبل، وإنما مخالفة من شيخه نفسه، لكنها تقرأ بحذف الهمزة الأولى وتحقيق الهمزة الثانية، فتقرأ آمنتم. حتى لو وصلنا بما قبلها، قال آمنتم له، ولو ابتدأنا بها، طبعا كلام لا قنبل، ولو ابتدأنا بها أيضا نقرأ آمنتم له. طب الإمام البزي قال آمنتم له، ولو ابتدأ بها آمنتم له. إذا ننتبه أن الإمام البزي حسب القاعدة العامة بأنه يسهل الهمزة الثانية إذا دخلت همزة الاستفهام وتحقيق الأولى، لكن الإمام قنبل في هذا الموضع حذف الهمزة الأولى وحقق الهمزة الثانية، بمعنى أنه قرأها كالإمام حفص. سادسا، الإمام ابن كثير في لفظة آلهتنا حقق الأولى وسهل الثانية وأبقى الثالثة مبدلة كما هي، نرى على الشاشة، وقالوا آلهتنا، آلهتنا. إذن سهل الثانية وحقق الأولى، وطبعا له الثالثة تكون مبدلة إلى ألف. إذن كيف تقرأ؟ وقالوا آلهتنا خير، آلهتنا. إذن نسهل الهمزة الثانية. طب لماذا تحدثنا عنها هنا؟ تحدثنا عنها هنا من باب التوضيح فقط، وإنما هي تتبع المنهجية العامة، يعني هي بناء على المنهجية العامة أن الهمزة الثانية دائما هي مسهلة عند الإمام ابن كثير في حال اجتمع همزتين من كلمة واحدة. سابعا، قرأ الإمام ابن كثير بزيادة همزة الاستفهام مع تسهيل الهمزة الثانية على مذهبه في ثلاثة مواضع. الموضع الأول أن يؤتى، كيف تقرأ؟ أن يؤتى، أن يؤتى. إذن زاد همزة الاستفهام وسهل الثاني حسب القاعدة العامة. ثانيا، في سورة الأعراف الآية 81، إنكم لتأتون، تقرأ أئنكم، أي أئنكم، تقرأ بتسهيل الهمزة الثانية. طبعا هو أدخل همزة الاستفهام، والمنهجية العامة تاعته تقول إذا دخلت همزة الاستفهام على الكلمة فإننا نسهل الهمزة الثانية. ثالثا، في قوله تعالى أذهبتم طيباتكم، تقرأ أيضا أذهبتم، أذهبتم. إذا ندخل همزة الاستفهام ونسهل الهمزة الثانية. قبل ما ندخل الملاحظات، مين عنده سؤال استفسار؟ طب الملاحظات، الملاحظة الأولى عنا في الآية 52 من سورة المدثر، في قوله تعالى بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، فإن الإمام ابن كثير قرأها بهمزة واحدة كحفص، يعني ما حدش يقول أنه قرأها أن وأسهل الثاني أو كذا، لا، قرأها أن يؤتى، أن يؤتى بهمزة واحدة محققة كالإمام حفص. إذن هنا لم يدخل همزة استفهام. الملاحظة الثانية في آية 28 من سورة العنكبوت، ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة، أيضا الإمام ابن كثير قرأ إنكم لتأتون، إنكم، ولم يقرأها بالاستفهام. سننتقل إلى الأمر الأخير في هذه المحاضرة المباركة والجميلة، اللي هو فصل في الاستفهام المكرر. هذا الباب هين وبسيط وسهل. مذهب الإمام ابن كثير في ذلك أنه قرأ بالاستفهام في اللفظ الأول واللفظ الثاني، بمعنى أنه سواء اللفظ الأول في الاستفهام المكرر اللي موجود في القرآن، سواء في اللفظ الأول أو في اللفظ الثاني، الإمام ابن كثير قرأ جميع المواضع بالاستفهام في اللفظ الأول واللفظ الثاني، لذلك في جميع المواضع إلا موضع واحد فقط، هو موضع سورة العنكبوت. طب كيف قرأوا؟ قرأوا بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني. أعيد، جميع المواضع الأحد عشر الموجودة في القرآن من الاستفهام المكرر قرأ الإمام ابن كثير بالاستفهام في اللفظ الأول والثاني، في الموضعين، يعني في اللفظين الأول والثاني قرأهم بالاستفهام في جميع المواضع في القرآن إلا
لفظ أو إلا موضع سورة العنكبوت فإنه لم يقرأه بنفس الكيفية، وإنما قرأه بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني. طبعا لا يخفى علينا أنه الإمام ابن كثير يسهل الهمزة الثانية عندما يعني يدخل أو عندما يقرأ بالاستفهام في جميع المواضع. طبعا أي موضع يقرأ بالاستفهام لا يخفى علينا أنه يقرأ بتسهيل الهمزة الثانية. لنرى مواضع الاستفهام المكرر، عندنا طبعا 11 موضع في القرآن، في سورة الرعد الآية 5، في سورة الإسراء والمؤمنون والسجدة والصفات والواقعة والنازعات والنمل، هاي 8 مواضع، وسورة العنكبوت الموضع التاسع. طبعا عندنا 9 حالات لكن تتفرع إلى 11 موضع. 11 موضع، ما هو منهجية الإمام ابن كثير في ذلك؟ أنه قرأ كما قلنا قبل قليل بالاستفهام في اللفظ الأول والثاني في جميع المواضع إلا موضع سورة العنكبوت، فإنه يقرأ بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني. طب نأخذ مثال على ذلك، مثلا في سورة الرعد في قوله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، هكذا يقرأها طبعا لكن مع تسهيل الهمزة الثانية، فتقرأ: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، هكذا تقرأ عند الإمام ابن كثير. من يريد أن يقرأها نسمعها منه؟ لاحظوا، قرأ بالاستفهام في الأول والثاني، الاستفهام في الموضع الأول والاستفهام في الموضع الثاني، ولا يخفى عنا تسهيل الهمزة الثانية. مين يقرأ يا جماعة؟ شيخ إبراهيم الحبيب الغالي تفضل. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أعانك الله أعانك الله. الله يكرمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. الله يفتح عليك، ما شاء الله، قراءة طيبة وجميلة، ما شاء الله. إذن هذا المثال، هذا يضم يعني الأمثلة بشكل عام. يبقى عندنا موضع صوت العنكبوت، الآن جبت لكم مثال عليه. ها هو، احنا ايش قلنا في سورة العنكبوت؟ يقرأ ب، اذا منهجية الامام ابن كثير بانه يقرأ بالاخبار في الاول والاستفهام في الثاني. مين يقرأ لنا يا جماعة؟ مين يقرأ؟ من يقرأ؟ شيخ شامخ تفضل. نعم ولوطا اذ قال لقومه انكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال. الله يفتح عليك، ما شاء الله، قراءة طيبة، تمام. إذا هكذا قرأ الإمام ابن كثير. بهيك إحنا بنكون أنهينا محاضرة اليوم. مين عنده سؤال أو استفسار في محاضرة اليوم؟ يا جماعة. مين عنده سؤال أو استفسار؟ محاضرة اليوم هينة وبسيطة وسهلة وخفيفة لكنها مهمة في نفس الوقت، يعني مهمة جدا، لأنه كما قلت في بداية المحاضرة أنه أغلب القراء لهم عمل في موضوع الهمزات، فلهم عمل. طبعا أهل سماء لهم العمل الأكبر في القراء السبعة، لكن باقي القراء من القراء السبعة لهم عمل وإن كان عمل قليل، لكن كلهم لهم عمل في موضوع الهمزات. مين عنده سؤال؟ إذا في نهاية هذه المحاضرة لا يسعني إلا أن أقول والحمد لله لا ختام، ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابع من واله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.